اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة 5 سلاح. ولو دي اول مرة تشوفنا فدي سلسلة حلقات بنتكلم فيها عن سلاح معين بصورة مختصرة، بس بنعرفك فيها كل التفاصيل. وقبل ما نتعرف مع بعض على مقاتلة النهاردة، ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. في حلقة النهاردة هنتكلم عن مقاتلة صناعة مصرية خالصة. ايوة ما تستغربش الكلمة، فعلا في يوم من الايام كانت مصر قادرة انها تصنع طيارة حربية، وكانت تقدر تنافس بيها افضل الطيارات الحربية اللي موجودة في العالم وقتها. تعال نتعرف مع بعض على حكاية الطيارة المصرية وإيه اللي خلاها تختفي من الوجود. بس حابب أفكرك بالاشتراك واللايك، ويلا بينا نبدأ. أنا إسلام إبراهيم ودي الحكاية. بتبدأ الحكاية مع بداية العدوان الثلاثي على مصر، ودي كانت حرب قامت بها فرنسا وبريطانيا وإسرائيل ضد مصر بسبب تأميم قناة السويس، وانتهت الحرب بانتصار مصر. ووقتها أدركت القيادة المصرية إن عدد كبير من الطيارات اللي بتمتلكها مصر وكانت من صنع بريطانيا أصبحت غير قابلة للاستخدام بسبب قطع العلاقات مع بريطانيا ومنعها من توريد قطع الغيار لمصر. وهنا كان الدافع لمصر في إنها تمتلك مقاتلة خاصة بها تمكنها من الاعتماد على نفسها حتى لو جزء بسيط من تسليح الجيش المصري. وعلشان كده قررت القيادة الحصول على طيارة مقاتلة خاصة بيها. وفي نوفمبر 1959 وصل مصر مجموعة من خبراء الطيران الألمان بهدف بدء مشروع طائرة حربية جديدة. وفي نفس الوقت كان في مشروع طائرة مقاتلة جديدة بدأ يظهر في أسبانيا، وكانت طيارة مقاتلة خفيفة وقوية وسريعة جدا، ولكن كانت في صعوبات مالية كبيرة بتحوط المشروع وكان بيتطور بسرعة بطيئة جدا. وعلشان كده اتخلى الأسبان عن المشروع سنة 1960 وهو لسه في مرحلة البداية ولا يتعدى مجرد رسومات على ورق. ووقتها قامت مصر بمحاولات لشراء المشروع، وفعلا قدرت تقنع الأسبان انهم يبيعوا لهم التصميمات، وبدأ العمل على المشروع مجموعة من الخبراء الألمان، واللي كان من بينهم 2 من العلماء الألمان اللي كانوا من علماء هتلر، واللي وقتها كانوا من أذكى العقول في عالم الطيران. وبدأوا في التعديلات على التصميمات اللي اشترتها مصر من أسبانيا، وبدأوا في عمل التعديلات اللي تلبي الاحتياجات المصرية وقتها، واستمروا في العمل على المشروع في مصانع حلوان. وبدأت مصر في صناعة النماذج الأولية للمقاتلة، وقدروا يصمموا 3 نماذج مختلف، وهم النموذج V1 والنموذج V2 والنموذج V3. وقتها كانت مصر شغالة على محرك طيارة خاص بيها، ويكون صناعة مصرية بعيدة عن المحرك البريطاني اللي تم عرضه من شركة رولز رويس، لأن مصر وقتها كانت عارفة إن في عداء بينها وبين بريطانيا. وفعلا قدرت مصر تخلص المحرك الخاص بيها، وتم تجريب المحرك الجديد لأول مرة في شهر يوليو سنة 1963. وللعلم الهند كانت اشتركت معانا في تصنيع المحرك ده، ولكن بشكل متأخر شوية، لأنهم كانوا عايزين محرك لمقاتلة هندية كانوا بيصنعوها في الهند. وكمان ساعدوا مصر بإرسالهم طيارين اختبار على عشان يطيروا على النماذج الأولية، لأن طيارين الاختبار بيحتاجوا تدريبات خاصة، وكمان ساهموا في تأهيل طيارين مصريين علشان يبقوا طيارين اختبار. ومع بداية سنة 1964 بدأت مصر في اختبارات الطيران الأولى، وكان بيتم التعديل على النماذج إما لتلافي الأخطاء أو لتطوير قدرات المقاتلة. وفعلا قدرت الطيارة إنها تقدم أداء مبهر ووصلت لقدرات فائقة، ويقال إن النموذج الثالث قدر يحقق أرقام قياسية وقتها في السرعة وفي الأداء، وكمان بينافس مقاتلات زي الأسطورة السوفيتية الميج 21 والميراج الفرنسية. ولحد هنا كان الحلم المصري بامتلاك مقاتلة مصرية خالصة على الأبواب. لكن تفتكر المشروع هيكمل للنهاية؟ طبعا أعضاء مصر ما كانوش يتمنوا أن مصر توصل للتقدم العسكري ده، فما كانش منهم إلا أنهم بدأوا يخططوا إزاي ينهوا المشروع ده. طبعا على رأس قائمة الأعداء دول تفتكر مين؟ أكيد الموساد الإسرائيلي، فكانوا بيبعتوا رسائل تهديد للعلماء الألمان والنمساويين والمصريين اللي كانوا شغالين في المشروع. وموقفش الأمر لحد التهديد بس، لأ كمان كانوا بيبعتوا طرود مفخخة للعلماء، وأول ما العالم يفتح الطرد كان بينفجر في وشه ويموت، وده خلى العلماء يهربوا من مصر. وهنا انت هتسأل ازاي ما يكونش في تأمين وحماية للعلماء دول؟ هقولك أنا نفسي بسأل نفس السؤال. نيجي للسبب التاني اللي هيخلي مصر تتخلى عن المقاتلة المصرية، وهو ضغط السوفييت المتكرر والشديد لإنهاء المشروع، وخصوصا بعد ظهور بوادر نجاح المقاتلة القاهرة 300، لأنها كانت أفضل بكتير من كافة النواحي من المقاتلة السوفيتية الأشهر وقتها
الميج 21. طبعا في الوقت ده كانت مصر خارجة من نكسة 67 وبتقوم بعملية إعادة بناء للجيش المصري بصورة كاملة، ولأن اعتماد مصر كان بشكل أساسي على السلاح السوفيتي اضطرت مصر ترضخ للضغوط السوفيتية، وفعلا اتخلت عن المشروع بعد ما كانت قدرت تنتج مقاتلة مصرية خالصة. وفي سنة 1969 تم إيقاف المشروع بصفة رسمية ونهائية نتيجة للضغوط السياسية والأمنية في مرحلة كانت الطيارة جاهزة للإنتاج الكمي ودخول الخدمة في الجيش المصري. وللعلم توجد النماذج الخاصة بالمقاتلة في ألمانيا ومصر، ويوجد نموذج في متحف الطيران في ألمانيا، وكمان في نموذج تاني في متحف الطائرات بقاعدة ألماظة العسكرية بمصر، ونموذج تاني بمصنع حلوان الحربي للطائرات. وبكده تكون خلصت حكاية حلم مصري كان ممكن تكون الطيارة دي واحدة من أعظم المقاتلات في التاريخ. علشان كده ما تحاولش تسمع لحد بيقلل من قدرات جيش بلدك، واننا نقدر نعمل المستحيل لو اتوفرت لنا الامكانيات والفرصة. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وما تنساش تدعمنا بالاشتراك واللايك، ولو بتشوفنا على فيسبوك ما تنساش الفولو واللايك والشير، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.